كنت لايف. شي ديال الواد حار كيبقى هنا كاين واحد السلك ديال الكهرباء او الشيء جاي من برا يعلم الله اش فيه الضوء ولا ما فيش. حنا حيدناه البارح ديال الحديد وهذيك البودره اللي طايحه حداك البودره اللي طايحه لا منين طايحه هذه اسمها هذه ما عرفتش منين طايحه والله ما عرفت والله كيتها فيها يلاه طايحه من الفوق هذه واقعه لا البودره واقفه واقفه هذه واقفه طايحه هذه كانت واقفه طايحه ما عرفتش من الموضوع هذه تنتظر كيبنيو بها الاخوان خليه دق يا عجبة الإشكالية الإخوان رخيت في سلطانة ما كاينش شي واحد ديال البنكانة هي خيط في سلطانة الله يتقشعتي بالضبط خصنا نجيبو الشرخة العلمية والتقنية السلام عليكم. سي عبد العزيز مسؤول هنا في مع البروموتور هنا اكزاكتومون. صراحة المعاناة اللي كتعاني منها الساكنة كتقول بأنه كاين مجموعة ديال الحوايج اللي البروموتور ما يعني الوعد اللي وعدوا ما حققوش معاهم. أنا دابا كنرد جوابا بعدك على هذا الشيء اللي كتشوفوا قدام عينيكم هنا فهمتي. هاد الناس كاع اللي هضروا معكم حتى واحد فيهم ما ساكن هنا اصلا والموبل هذا ما ساكن فيه حتى شي واحد دونك ماشي من حقهم باش يجيو يهضروا على هاد الحفره ولا هادشي. الناس اللي ساكنين هنا كلهم كيعترفوا بانه هذا راه عادي وراه كاين اصلاح وحنا كنلتزموا بالاصلاح ديال هاد الموبل هذا فهمتي ديال هاد اللعب. بالنسبه لهادشي اللي كيعاودوا هما كيفاش هاد الناس ما ساكنينش هنا كيفاش الناس ما ساكنينش هنا وما كيتكلموا على المشكل هاد لونتري ديال الموبل واحد
هاد الناس كاع اللي هضروا ماشي ديال لونطري واحد فهمتي. انا باش نقول لك هاد الناس كاع اللي هضروا حتى واحد فيهم الا قال لي شي واحد ساكن في الموبل واحد مرحبا فهمتي. انت واحد من ساكن هنا؟ هادي داري انا، هادي داري انا، هادي دار هذا، كلشي ساكنين هنا. هذا لاكاب، هادي لاكاب في اربعه الموبلات، انتم هبطتوا شفتوا كلشي. لكن انت مشكل لا داعي نبقاو نزوروا، لكن انت مشكل في حساب، لا داعي نبقاو نبدلوا في الهضره الله يرضى عليك. الامور واضحه، واحد اسمعني دابا اعطيني ودنك باش تفهم. لا نكمل الارض عليك، نكمل الارض عليك، غير موبل واحد. لا نكمل على الموبل واحد، الموبل واحد النص ديالو ها هو شيه، هو داك النص ديالو. دونك هاد الجهه راه ديال الموبل واحد، هذيك الجهه ديال الموبل جوج. حنا غنشرحوا انت عباس نوضح. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الساكنه ديال هاد ايه، انا من الساكنه ديال التجهيزات. عندنا ماشي مشكل، عندنا ماشي مشكل سيدي، عندنا مشاكل كثيره اللي عشناها مع هاد السيد، وما نسمحوش ليه دنيا لاخره. اليوم الجماعه وعاد الناس اللي واقفين اليوم كيصليو كنتمناو يدعوا معانا، حيت هاد السيد محنا بزاف يعني ما كيتساناش. خدينا كاش، خلصنا كاش، صلحنا ريوسنا، حاشاك الزبل اللي قدامنا تعاوننا عليه باش حيدناه. اول حاجه. ثاني حاجه، شني ولا كلاتنا حنا وليداتنا، حتى هي تعاوننا عليه باش درنا الدواء. واخر المطاف سيدي 3 ايام وقاطع لينا الماء، وعندنا الاولاد وعندنا المدرسه وعندنا حاشاك الطواليت، ما يمكنش الواحد يعيش بلا ما. وهاد زيادة انا كنسكن في العمارة ثلاثة. عندنا مشكل د الماء، وزائد البارح شفنا مشكل اخر ديال لاكاف، كان واحد الفيضان جا راه بطو، شفتوا داك لاكاف كي داير والحالة كي دايرة، وما نسمحوش ليه. سيدي هذاك هما كيقولوا اللي بغاو، كيقولوا اللي بغاو، ولكن الهضرة هي خصك تشوف، ياك شتو داك الشيء بعينك، وحنا ما كنكذبوش عليه. حنا اي حاجه واي كلام قلنا عندنا الدليل، عندنا الوراق، عندنا الماء والضو ديالنا وكنخلصوا. انا عندي ورقيه كنخلص كل شهر، كنخلص الماء كنخلص الضو. نهار خديت البرت ما خلصتو كاش، نهار جيت سكنت كنصلحو، حاشاك الدروج كي زباله سطح. عامين وانا ساكنه هنايا. عامين هذا هو العام الثالث اللي سكنت فيه. كيقولوا على ان 2019 الناس بكري الناس الناس دفعات لي قبل عامين ثلاث سنين، سيرتسنا وعاد زياده على الكذوب. البارطمان اللي تباعت جمره ثلاثه الناس، انا عطوني فيها ترونش، ومن بعد بدل لي الكونطرا حوني لا ترونش. كذاب هذا السيد، كذاب. واي حاجه قلناها عندنا لها دليل، كيكذب والكذب حبل قصير، ما يبقاش يكذب. حنا كلشي وزيده انا خلصنا، اي ساكن انا كلها خلصات لك 25 مليون. كنا عندنا كريدي نقولوا ماشي مشكل يتعامل معنا بحال، لانك خديتي شي مشروع خصك تكملو. عندكم سانديك؟ ما عندنا سانديك، عندنا دارنا السيد جارنا مسكين سميتو السيد، هو اللي هذا ماشي سانديك، هذا راه عنده واحد اكثر من سانديك، يعني بحال تقولي هو شاري الموبل كامل هذا السيد اللي ساكن معنا. حالي تقول يلا معايا وتصور وتشوف بعينيك، هاد السيد اللي شادينو حنا كينوب علينا، تقول شاري الموبل من السفلي حتى الفوقي، هو اللي مقابله. الله يرحم ليهم الوالدين. شنو رسالتكم دابا؟ الرسالة ديالي أنهم قاطعين لينا الماء، الرسالة الثانية أن يشوفوا داك لاكاب، ربما يولي شي مشكل. حنا شرينا هاد السكنة ما بغيناش، ما بغيناش حنا بحال شي سكنة بحال هكا. ما أنا كنت راضية ما نغطيش وجهي، كنت راضية على هاد السكنة ما نغطيش وجهي، اللي خاسرة في هاد المجهول في نعري وجهي ونهضر، ولكن ما راضياش على هاد السكنة. خاصنا أول حاجة الماء، الماء 3 أيام شريت ب 25 مليون كاش، خلصتها لي كاش، كلشي عندي بالوراق، صلحت بسبعة دخلت ليها كي الزباله، وعندي الوراق وعندي التصاور عندي كلشي، حتى حاجه ما كامله. اي بارت ما يقول لك كامله، انا ما كاين لا بيبان لا قفوله لا والو، الباب ديال الزنقه يلا صيبنا حنا. نهار الاول فاش كنت باغي نشري، نهار الاول شنا شكل اسيدي، ولينا شكل حشومه عليه، ما نسمحوش ليه. واليوم الجمعه ما نسمحوش ليه، خاصو يجي يدير معنا شي حل، حيت حنا ما درينا بوالو، داكشي اللي قال لنا عطينا ما كيتسنى ما كنسى. خاصو يجي يشوف معنا هذا الحل، داك لاكاف والماء حشوم عليه باش يقطع لينا الماء. عندك شي مشكل فك راسك، حنا نهار عطيتينا السوار دخلنا الوراق، عطيتيني الورقه دخلت الماء والضو. لا حاليا سولنا على المشكل ديال الماء،
ليبي كتسال على شي حاجه. علاش؟ لانه كان من 2019 حتى لواحد الوقت كانوا الناس مستافدين بلا ما يخلصوا. لا سيدي، هذا هو الجواب. الجواب ديالو ماشي مقنع. وقالك ما بقاتش حاجه كثيره، بقات وقيله شي 10000. نهار مشينا عند النوطيره، لا نهار مشينا عند النوطيره خلصنا 700 درهم. اي واحد حفظ سجل عندنا 700. قالت لك ديال الماء والضوء. قالت لينا النوطير كاين كلشي، ما كان حنا هادشي كيقولوا، حنا ما كنكذبوش. اي حاجه قالوها لينا. 14000 خلص، اي واحد خلص 700 درهم. وقلنا زياد على كيقول لك هذا الماء باقى شي حاجه قليله، هادشي جره داخ بنا بيه طرونشات الاخرين. سير الطرونشات الاخرين لقيتي فيهم شي ماء، لا لقيتي داك طرونش فيه الماء اجي دير اللي بغيتي. سير باقي دابا كيجر الناس من عندهم الماء. عندنا اي حاجه، عندنا التصاور، عندنا الدلائل باش هو يبني طرونش على ظهرنا. لا شو معليه. شكرا. لا شكرا.